السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواتي طلاب وطالبات الفرقة الرابعة، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله النهاردة هنشتغل مع بعض السكشن الخامس في مادة مانجيريال أكاونتينج، وإن شاء الله النهاردة هنشرح الشابتر الرابع اللي هو Decision Making and Relevant Information. ده هو عنوان الشابتر Decision Making and Relevant Information. شوف يعني إيه Decisions أو Decision Making Process اللي هي عملية اتخاذ القرار. زي ايه القرارات اللي ممكن الشركة او المصنع ياخدها؟ زي مثلا اهو it focuses on specific decisions such as accepting or rejecting a one time only special order. يعني انا مثلا كمصنع كده وجالي order، الاوردر ده يعني مش بيجيلي بشكل دائم، تمام، نظرا لظروف طارئ عند مثلا اللي هو الكاستمر ده مثلا بيشتغل مع مورد تاني، تمام، نظرا لظروف مثلا المورد التاني ده حصلت عنده، فبالتالي ما حصلش انه وفر له البرودكتس اللي هو عايزها، تمام، فالكاستمر ده لجأ لمين؟ لجأ للمصنع بتاعنا، فده يعتبر ايه؟ يعتبر لجوء لمره واحده بس. نشوف هل لو الشركه او المصنع جاله عرض والعرض ده كان لاول مره، نشوف هل هيتم ايه؟ هيتم قبول العرض ده ولا هيتم ايه؟ ريجكت للعرض ده، تمام. تاني نوع من الديسيجنز، القرارات اللي ممكن المصنع او الشركه ياخدها، اللي هو insourcing or outsourcing products or services، تمام. يعني مثلا المصنع ده بيصنع، يا اما بيصنع المواد الخام، بيشتغل بمواد خام، المواد الخام دي يا اما يصنعها داخل المصنع بتاعه، يا اما مثلا يشتريها من مين؟ يشتريها من مورد خارجي، سبلاير خارجي، تمام. ده بنسميه مين؟ ده بنسميه حاجه اسمها ميك اور باي ديسيجن، تمام. ميك لو انا هصنع داخل مين؟ داخل المصنع. طيب لو انا مش عايز اصنع، حاسس ان تكاليف التصنيع دي هتكون عاليه، ممكن الجأ لمين؟ لمصدر خارجي. دي بسميها ايه؟ بسميها اوت سورسنج اور باينج، يعني تمام كده. تمام. ثالث نوع مثلا من انواع القرارات اللي هنلجأ ليها في الشابتر ده، اللي هو ريبليسنج اور كيبنج ايكويبمنت. يعني انا لو معايا اولد ايكويبمنت، نشوف هل يستحسن ان احنا نعمل ريبليسمنت، تبديل للاولد ايكويبمنت دي، ولا نخليها زي ما هي. نشوف الكوستس بتاعه الكيبنج، تكاليف بتاعه ان انا احافظ على الاولد ايكويبمنت، والكوستس بتاعه الريبليسمنت، نقارن التو كوستس ونختار ايهما ايه، نختار ايهما اقل، تمام. دي عينه من الديسيجنز اللي احنا ايه، اللي احنا هنشتغل عليها خلال مين؟ خلال الشابتر ده. نشوف ايه هي الليرنينج اوبجكتيفز اللي احنا هندرسها خلال شابتر 4. عندنا 9 ليرنينج اوبجكتيفز. اول ليرنينج اوبجكتيف معانا اللي هو يوز ذا 5 ستيب ديسيجن بروسيس تو ميك ديسيجنز، تمام. احنا عندنا 5 خطوات بناخدهم علشان نتخذ القرار. ازاي ان احنا نستخدم الخمس خطوات دول علشان نوصل ايه؟ نوصل لقرار مناسب للشركه او للمصنع، تمام. بعدين differentiate relevant costs and revenues from irrelevant costs and revenues in any decision situation، تمام. يبقى لو معايا قرار ده فيه relevant costs و revenues، والبديل التاني برضو فيه relevant costs and revenues، احنا بدل ما احنا نستخدم التوتال costs، ممكن نستخدم ايه؟ نستخدم relevant costs بس او relevant revenues بس علشان نتخذ القرار ده. هنشوف ازاي بنعمل الليرنينج اوبجكتيف ده. الليرنينج اوبجكتيف رقم 3 distinguish between quantitative factors and qualitative factors in decisions. يبقى لو معايا قرار، انا لازم اخذ في الاعتبار كل الفاكتورز، كل العوامل اللي بتاثر في القرار ده، سواء quantitative كميه او qualitative وصفيه، تمام. هنشوف طبعا في الليرنينج اوبجكتيف ده ازاي نميز او نفصل ما بين الكوانتيتيف والكواليتيتيف فاكتورز. نشوف الليرنينج اوبجكتيف رقم 4 identify two potential problems that should be avoided in relevant cost analysis. في تحليل التكاليف اللي هي الملائمه، في عندنا نوعين من المعلومات، يعني دول الناس بتستخدمهم غلط، تمام. ان مش كل اللي هو الفاريبل كوستس تعتبر ريليفانت كوستس، مش كل الفاريبل يعتبر تكاليف ملائمه، ومش كل الفيكسد كوستس تعتبر تكاليف ايرليفانت غير ملائمه، تمام.
دول اللي هم التو بوتنشال بروبلمز اللي الناس ايه اللي الناس لازم تتجنب اللي هو ايه الحكم العام عليهم يعني. تمام، هنشوف ازاي هنشرحهم ايه خلال ايه خلال شرح الشابتر ان شاء الله. رقم 5 describe the opportunity cost concept and explain why it is used in decision making اللي هو تكلفة الفرصة البديلة، هنشرحها كويس ان شاء الله ايه خلال الشابتر. Describe the key concept in choosing which among multiple products to produce when there are capacity constraints. يبقى لو عندي انا مثلا انا بصنع اكتر من product، نشوف لو كان في constraints قيود او اختناقات داخل المصنع، او في مثلا capacity مش او فيها اعطال مثلا. تمام، نشوف ايه اللي هو البرودكت اللي هيوفر لي اكتر contribution margin. تمام، احنا طبعا بنختار البرودكت اللي فيه contribution margin بيكون ايه بيكون عالي، او contribution margin per machine hours. تمام، هنشوف برضو ايه خلال خلال الشابتر ازاي نختار احسن برودكت نصنعه في حالة ايه في حالة وجود capacity constraints اللي هو ايه اللي هو القيود او الاعطال داخل مين داخل المصنع. نشوف الليرنينج اوبجكتيف رقم 7 discuss the key factor managers must consider when adding or dropping customers and segments. تمام، يعني انا مثلا لو معايا تو برانشز مثلا فرعين للمصنع، انا ممكن اعمل دروبنج لفرع فيهم علشان الفرع ده بيسبب لي مثلا ايه خسائر. تمام، فانا لو عملت دروبنج للفرع ده الكونتريبيوشن مارجن بتاعتي بتاعت الانتاج بتاعتي هتزيد. تمام، ده هنشوف ايه هنشوف ازاي مثلا مصانع بتاخد القرارات دي. تمام، بعدين في الليرنينج اوبجكتيف رقم 8 اكسبلين واي ذا بوك فاليو اوف ايكويبمنت از irrelevant ان ايكويبمنت ريبليسمنت ديسيجنز. يعني في عمليات اللي هو الايكويبمنت ريبليسمنت ديسيجنز دي، هنا في حاجه اسمها البوك فاليو. البوك فاليو دي معناها القيمه الدفتريه بتاعت مين الاولد ايكويبمنت. تمام، ودي تعتبر حاجه اسمها سانك كوستس، يعني تكاليف غارقه او تكاليف باست يعني. تمام، تكاليف قديمه خلاص مش هتاثر في اتخاذ القرار، فبنعتبرها ايه بنعتبرها irrelevant costs، تكاليف غير ملائمه لاتخاذ القرار مش بناخدها معانا في الاعتبار علشان نقرر هل هنعمل كيبنج ولا ريبليسمنت لمين للايكويبمنت. هنشوف الكلام ده خلال الشابتر ان شاء الله. learning objective رقم 9 explain why or how conflicts can arise between the decision model used by a manager and the performance model used to evaluate the manager. هنشوف ازاي نميز او نفرق ما بين الديسيجن موديل اللي هو النموذج القراري والبرفورمانس موديل اللي هو ايه نموذج قياس الاداء. نشوف اول ليرنينج اوبجكتيف معانا اللي هو ايه يوز ذا 5 ستيب ديسيجن بروسيس تو ميك. اولا الديسيجن موديل از ا فورمال ميثود، طريقة يعني بتكون بشكل رسمي for making a choice، علشان ايه علشان اتخذ قرار او ناخد ايه قرار ما بين اختيارين مثلا او ما بين ثلاث اختيارات. تمام، often involving quantitative and qualitative analysis، تحليل كمي وتحليل ايه وتحليل وصفي. ده الديسيجن موديل، الديسيجن موديل بيكون تحليل كمي وتحليل وصفي علشان ايه علشان يتم اخذ قرار في بديلين او ثلاثة مثلا. تمام، شوف اهو الفايف ستيب ديسيجن بروسيس، ايه هما الفايف ستيب ديسيجن بروسيس. الستيب رقم 1 اللي هو الجازرينج انفورميشن. تمام، ازاي بنجمع انفورميشن عن ايه عن البدائل اللي عندنا، فعندنا البديل رقم 1 والبديل رقم 2. تمام، يعني البديل رقم 1 مثلا اللي هو ايه اللي هو keeping the old equipment، والبديل رقم 2 اللي هو replacing ايه the old equipment. تمام، ازاي نجمع معلومات عن الاولد ايكويبمنت دي ونجمع معلومات ثانيه عن مين عن اللي هو ايه النيو ايكويبمنت. يعني الاولد ايكويبمنت البوك فاليو بتاعتها كام مثلا، اللي هو الاوبريتنج كوستس تكاليف الاوبريتنج بتاعتها كام. نفس الكلام بالنسبه للناحيه الثانيه اللي هو النيو ايكويبمنت الكوست بتاعتها بكام مثلا، التكاليف اللي هو الاوبريتنج السنويه عباره عن كام. تمام، ثاني حاجه بنعمل بريدكشن او ميك بريدكشن تنبؤ. يعني انا مثلا لو ما عنديش معلومه بشكل اكتوال
بشكل حقيقي، يبقى انا هعمل لها ايه؟ هعمل لها عمليه تنبؤ زي موضوع البادجت كده، تمام؟ بنعمل تنبؤ تقديرات للمعلومات اللي هي مش عندنا. يعني مثلا الاوبريتنج كورسز بتاعت مثلا الاولد اكويبمنت مش موجوده عندي كشكل اكتشوال يعني، فانا بتنبأ بالاوبريتنج كورسز، تكاليف ايه؟ التكاليف التشغيليه بتاعت الاكويبمنت الاولى والتكاليف التشغيليه بتاعت الاكويبمنت الثانيه، تمام كده؟ ده اسمه ايه؟ اسمه بريدكشنز. رقم ثلاثة choosing an alternative، يعني خلاص أنا جمعت المعلومات وعملت predictions لمعلومات كانت ناقصة عندي، بعمل choosing، خلاص choosing لل alternative، سواء ال alternative الأول أو ال alternative الثاني، تمام؟ بعد ما بختار ال alternative بعمل implementing، تنفيذ للقرار بتاعي. يعني أنا خلاص اتخذت قرار إن أنا هعمل replacement لل equipment، يبقى خلاص أنفذ مين؟ أنفذ القرار ده، تمام؟ او اخترت ما بين بديلين اللي هو الايكويبمنت ريبليسمنت او الايكويبمنت كيبنج، اخترت مثلا الريبليسمنت، يبقى خلاص اعمل ايه؟ امبلمنت للديسيجن. بعدين بنقيم البرفورمانس، اداء اللي هو النيو ايكويبمنت مثلا، يبقى بنقيم البرفورمانس في نهايه السنه كده، بنشوف هل الاداء بتاع مين، بتاع الاله دي، كان كويس ولا ايه، ولا مش كويس. نشوف الـ Learning Objective رقم 4: Identify two potential problems that should be avoided in relevant cost analysis. في تحليل التكاليف اللي هي الملائمة، في عندنا نوعين من المعلومات، يعني دول الناس بتستخدمهم غلط، تمام؟ إن مش كل اللي هو الـ Variable، أولاً relevant costs and relevant revenues اللي هي التكاليف الملائمة والإيرادات الملائمة are expected future costs and revenues، اللي هي تكاليف مستقبلية متوقعة أو إيرادات مستقبلية متوقعة ذات differ، تمام كده؟ نشوف كده اللي هو الخط المميز على كلمة future وعلى كلمة differ، تمام؟ differ among alternative courses of action، يبقى لو عندي بديلين two alternatives، أنا مش هقارن ما بين التوتال كوستس هنا والتوتال كوستس هنا أو التوتال ريفينيوز هنا والتوتال ريفينيوز هنا، لأ انا هقارن ما بين مين، الريليفانت كوستس اللي هنا والريليفانت كوستس اللي في البديل الثاني، والريليفانت ريفينيوز اللي في البديل الاول والريليفانت ريفينيوز في البديل الثاني، تمام؟ طب ازاي نعرف ان دي ريليفانت كوستس ودي ريليفانت ريفينيوز؟ لازم الاثنين دول يكونوا طبعا ما اتدفعوش لو كوستس وما اخدتهاش لو ريفينيوز، تمام كده؟ تمام، دي فيوتشر مستقبليه لسه ما استلمتهاش كريفينيوز ولسه ما دفعتهاش كمين، ككوستس، كتكاليف، تمام؟ ولازم الاثنين يختلفوا، يعني يختلف في البديل الاول عن البديل الثاني، يعني البديل الاول فيه ريفينيوز والبديل الثاني فيه ريفينيوز، لازم الاثنين يكونوا ايه؟ مختلفين عن بعض. نفس الكلام البديل الاول فيه كوستس والبديل الثاني فيه كوستس، لازم برضو يكونوا ايه؟ مختلفين عن ايه؟ عن بعض. يبقى the meaning of relevance اللي هو الملائمه، it is important to recognize that to be relevant costs and relevant revenues they must occur in the future، يعني لازم التكاليف دي او الايرادات دي تحدث في المستقبل، تمام؟ every decision deals with selecting a course of action based on its expected future results، تمام؟ سواء costs او مين او revenues. رقم اتنين، لازم differ among the alternative courses of action، يبقى لو عندي بديلين لازم الاثنين يختلفوا عن بعض، سواء كوستس او مين او ريفينيوز، يبقى الكوستس اند ريفينيوز ذات دونت ديفر ويل نو ماتر اند هينس، يعني مش مهمين، مش هيكونوا مهمين دول اللي هم ايه؟ اللي هم دونت ديفر بتوين ايتش اذر، تمام؟ ويل هاف نو بيرنج اون ذا ديسيجن بينج ميد، يعني مش هيكونوا يعني ملائمين لاتخاذ القرار بتاعنا، اي مش هنستخدمهم في اتخاذ القرار بتاعنا، ده لو كانوا مين؟ لو كانوا irrelevant، غير ملائمين. وغير ملائمين بنعرفهم ازاي؟ يا اما فيوتشر، يا اما باست كورسز، يا اما مين؟ دونت ديفر بتوين alternatives، تمام؟ يا اما الاثنين مع بعض. ذا مينينج اهو هيستوريكال كوستس اللي هي التكاليف التاريخيه اللي هي الباست كوستس دي. باست كوستس خلاص طالما باست تعتبر ايه؟ تعتبر irrelevant، يعني غير ملائمه لاتخاذ القرار. are irrelevant to a decision. بس بيتم استخدامها فين؟ بيتم استخدامها في التنبؤ بالفيوتشر كورسز،
يعني لو انا مثلا ما عنديش اكتوال كورسز، بالتالي طبعا هستخدم الفيوتشر كورسز. الفيوتشر كورسز دي انا هتنبأ بيها من خلال مين؟ من خلال الهيستوريكال كورسز اللي عندي. تمام، في حاجه اسمها كده ايه، السلاسل الزمنيه مثلا. فالسلاسل الزمنيه دي انا عندي كورسز تكاليف مثلا في السنه الاولى والسنه الثانيه والسنه الثالثه وهكذا. انا ممكن اتنبأ بالتكاليف اللي هتحدث في السنه الرابعه، تمام، من خلال الخط البياني بتاع مين، بتاع التكاليف اللي حدثت في السنه الاولى والثانيه والثالثه. تمام كده، يبقى are irrelevant to a decision but are used as a basis for predicting future costs. تمام، some costs are past costs which are unavoidable، يعني لا يمكن تجنبها. خلاص انا دفعتها، يعني مثلا تكلفه الكار السياره دي اسيت وانا اتكلفتها، خلاص دفعتها ايه، دفعتها من سنتين او من ثلاثه او من ايا كان يعني. تمام، دي بنسميها ايه، بنسميها sunk costs، اي التكاليف الغارقه، تكاليف غارقه خلاص يعني ايه، انتهت اتدفعت خلاص، مش هتكون ملائمه لاتخاذ القرار، فدي تعتبر ايه، بنسميها unavoidable. يبقى ممكن نقول we can say that ان الريليفانت كورسز دي تعتبر تكاليف افويدبل، يعني يمكن تجنبها من بديل للتاني. تمام، يبقى انا اتكلفتها في البديل الاول مثلا، انما مش هتكلفها في البديل التاني. تمام، دي تعتبر ايه، ريليفانت كورسز، يعني ايه، افويدبل كورسز. انما السانك كورسز او الريليفانت كورسز اللي هي ايه، اللي هي التكاليف غير ملائمه لاتخاذ القرار، دي تعتبر ايه، ان افويدبل، يعني لا يمكن تجنبها. زي مين؟ زي السانك كورسز انا دفعتها خلاص. تمام كده، او مثلا في طبعا نوع من الفيكسد كورسز، سواء انا معايا البديلين، البديل الاول والثاني، انا هدفع مين؟ هدفع الفيكسد كورسز دي، يعني لا يمكن تجنب دفع الفيكسد كورسز، ان افويدبل كورسز، تعتبر ايه، تعتبر irrelevant كورسز. تمام، نشوف اهو. في حاجه طبعا اخر، اللي هم عنصرين ممكن نتكلم فيهم في موضوع المينينج اوف ريليفانس، ديفرنشال انكم وديفرنشال كورسز. ديفرنشال انكم اولا اللي هي نت ريليفانت انكم، يعني ريليفانت انكم او ريليفانت ريفينيوز بتاعت البديل الاول وريليفانت ريفينيوز بتاعت البديل الثاني، از ذا ديفرنس ان توتال اوبريتنج انكم وين تشوزنج بتوين تو الترناتيفز. ده بنسميه ايه؟ بنسميها الديفرنشال انكم. طيب الديفرنشال كورسز برضو دي تعتبر النت ريليفانت كورسز، ار ذا ديفرنس ان توتال كورسز بتوين تو الترناتيفز. يبقى لو عندي بديلين، بديل الاول بديل الثاني، الفرق ما بين البديلين دول كانكم او ككوستس بنسميه ايه، ديفرنشال انكم او ديفرنشال ايه، كوستس. نشوف كده الاستريشن عن ريليفانت ريفينيوز اند ريليفانت كوستس. تمام، التكاليف والايرادات مين، الملائمه. تمام، نشوف ادي عندنا هنا ايه، بديلين، الترناتيف رقم واحد، الترناتيف اتنين، البديل الاول دونت ري اورجنايز، البديل الثاني ري اورجنايز. تمام كده، ومديني هو الانكم ستيتمنت الخاصه بالبديل الاول والانكم ستيتمنت الخاصه بمين، بالبديل الثاني. تمام، ونشوف هنختار انه بديل فيهم، البديل الاول ولا الثاني. طيب البديل الاول ده يعني ايه معنى دونت ري اورجنايز وري اورجنايز؟ هنا الشركه مثلا او المصنع ده عايز يعمل اعاده تنظيم للعمليات التشغيليه داخل المصنع بتاعه. تمام، يعني ايه اعاده تنظيم؟ مثلا يعني مثلا العماله كتيره مثلا في المصنع، فهو عايز ايه، عايز يصرح بعض العماله ويعمل اعاده تخصيص لمين، للعمال. تمام، فدونت ري اورجنايز يعني ايه، العمال زي ما هم خلاص. تمام، نشوف كده المانيفاكتشرنج ليبر في الدونت ري اورجنايز هلاقيها بكام، 640,000. تمام، نشوف المانيفاكتشرنج ليبر في الالترناتيف الثاني اللي هو ري اورجنايز هلاقيها ب 480,000. تمام، اذا هنا هو عمل تخفيض للعماله عن طريق ايه، عن طريق اعاده تنظيم مين، العمليات التشغيليه دي. تمام، فهنا نشوف البديل الاول اللي هو الدونت ري اورجنايز الريفينيوز كانت عباره عن 6,250,000، والبديل الثاني نفس الريفينيوز 6,250,000. يبقى سواء دي مثلا حتى لو كانت فيوتشر ريفينيوز، حتى لو كانت اكسبكتد فيوتشر ريفينيوز، تمام، طالما الاثنين متساويين يعني دونت ديفر بتوين ايتش اذر، اذا في الحاله دي يعتبروا ايه، irrelevant cost او irrelevant revenues اللي هي ايرادات غير ملائمه. تمام كده، تمام. نشوف كده في العمود الاخير والعمود اللي قبل الاخير، الالترناتيف الاول دي خاصه بالريليفانت ريفينيوز والريليفانت كوستس، طالما ما اختلفوش يبقى دي لا ريليفانت ريفينيوز ولا ريليفانت ايه، ولا ريليفانت ريفينيوز بالنسبه للبديل الثاني. تمام،
طيب نبص على الكوستس. التكاليف عندنا عبارة عن دايركت ماتيريالز، مانيفاكتشرنج ليبر، مانيفاكتشرنج اوفر هيد، ماركتنج، ري اورجانيزيشن كوستس. تمام. طبعا في البديل الاول مفيش ري اورجانيزيشن كوستس عشان هي دي دونت ري اورجانيز. في البديل الثاني في ري اورجانيزيشن كوستس عبارة عن 90,000. تمام كده. طيب نشوف اول عنصر معانا اللي هو الدايركت ماتيريالز. طالما الدايركت ماتيريالز في الالترناتيف الاول زي الدايركت ماتيريالز في الالترناتيف الثاني، حتى لو كانوا فيوتشر طالما ما اختلفوش ما تحققش الشرط الثاني، اذا في الحاله دي يعتبروا ايه؟ irrelevant. يبقى لازم الشرطين يتحققوا، الشرط الاول انها فيوتشر اكسبكتد ايه؟ ريفينيوز او كوستس. الشرط الثاني اللي هو ايه؟ ديفر بتوين ايتش اذر. تمام كده. طب هنا ما اختلفوش ويعتبروا ايه؟ irrelevant كوستس. طيب المانيفاكتشرنج ليبر، مانيفاكتشرنج ليبر هنا فيوتشر 640 والفيوتشر برضو هنا 480، واختلفوا ما بين بعضهم. اذا طالما اختلفوا يبقى هنعتبرها ايه؟ هنعتبرها ريليفانت كوستس. تمام. بالنسبه للبديل الاول 640، بالنسبه للبديل الثاني 480. مانيفاكتشرنج اوفر هيد ما اختلفوش يبقى ايه؟ irrelevant. ماركتنج ما اختلفوش يبقى يعتبروا irrelevant. ري اورجانيزيشن كوستس اختلفوا، هنا في صفر بالنسبه للالترناتيف الاول والالترناتيف الثاني كان 90,000. تمام. اذا دي تعتبر ايه؟ تعتبر ريليفانت كوستس. البديل الاول صفر، البديل الثاني 90,000. ممكن نقارن طبعا ما بين التوتالز اللي هي في العمود الثاني والعمود الثالث والتوتالز في العمود الاخير والعمود ايه؟ قبل الاخير. طيب في العمود اللي هو الثاني ده اللي هي التوتال كوست عباره عن كام؟ 4,640,000. نطرح التوتال كوست دي من الريفينيوز هيديني الاوبريتنج انكم عباره عن 1,610,000. تمام. في البديل الثاني الاوبريتنج انكم عباره عن 1,680,000. تمام. خلاص كده انا ممكن اقارن، طالما في البديل الثاني الاوبريتنج انكم اكبر من الاوبريتنج انكم في البديل الاول، اذا هنا ايه؟ نعمل ري اورجانيزيشن لمين؟ للعمليات التشغيليه داخل مين؟ داخل مصنع. تمام كده. يبقى في ديفرنس هنا كام؟ 70,000. طيب هل انا مثلا تسهيلا مثلا ان انا مثلا اضيع تايم كبير مثلا او اضيع مجهود كبير او ما يكونش عندي كل الداتا دي الخاصه بالاول ريفينيوز اند كوسس، انا ممكن استخدم مين؟ الريليفنت ريفينيوز والريليفنت كوسس علشان اتخذ القرار بتاعي. تمام كده. يبقى الريليفنت كوسس بالنسبه للالترناتيف الاول كانت عباره عن كام؟ 640,000. تمام. كوستس والريليفانت كوستس بالنسبه للبديل الثاني كانت عباره عن 570,000. طيب هنا الكوستس بالنسبه للبديل الثاني اقل من الكوستس بتاعه البديل الاول بكام؟ ب 70,000. كام؟ 70,000 دولار. اذا في الحاله دي خلاص طالما هنا الكوستس اقل يبقى هنا ايه؟ هختار البديل ايه؟ هختار البديل الثاني. تمام كده. هنشوف كده بعض المعلومات اللي ممكن ايه ناخدها من المثال اللي فات. The analysis indicates that reorganizing the manufacturing operations will increase predicted operating income by $70,000 each year. يعني هيزود الـ operating income بكام؟ بـ 70,000. Note that the manager at Precision Sporting Goods reach the same conclusion whether they use all data or include only relevant data in the analysis. يبقى سواء استخدمنا التوتال داتا او كل الداتا اللي عندنا او استخدمنا الريليفانت داتا بس، انا هوصل لنفس القرار بتاعي. اهو هنا الباست او الهيستوريكال كوستس may be helpful as a basis for making predictions زي ما احنا ذكرنا في اللي فات. والباست كوستس themselves are always irrelevant when making decisions، غير ملائمه اتخاذ القرار. different alternatives can be compared by examining differences in expected total future revenues and expected total future costs. تمام. اللي هو العمود الاخير والعمود قبل الاخير دي بنسميه ايه؟ اللي هو differential costs والdifferential mean differential revenues. Not all expected future revenues and expected future costs are relevant. يعني مش كل ال expected future revenues وال expected future costs يعتبروا relevant. لو كانوا مش مختلفين ما بين بعضهم البعض يبقى يعتبروا ايه في الحالة دي irrelevant. لازم يتحقق الشرطين.
تمام كده؟ يبقى الـ expected future revenues and expected future costs that don't differ among alternatives are irrelevant، غير ملائمين، تمام كده؟ and hence can be eliminated from the analysis. The key question is always what difference will an action make؟ ايه اللي شوف الـ learning objective رقم 3 distinguish between quantitative factors العوامل الكمية and qualitative factors العوامل الوصفية in decisions في ايه؟ في عمليات اتخاذ القرارات. عشان نقصها كميا تمام كده؟ زي مثلا اللي هو الـ customer satisfaction رضا العملاء مثلا، زي الكواليتي بتاعت الماتيريالز المواد الخام، دي كلها ايه؟ دي كلها عوامل وصفية لازم يتم اخذوها في الاعتبار لما ايه؟ لما اخد القرار بتاعي تمام كده؟ طيب نشوف اللي هو الـ one time only special order مثال عن اللي هو السبيشال اوردر. لو مثلا الشركه او المصنع جالها سبيشال اوردر خلال السنه، سبيشال اوردر ده بيجي مره واحده بس نظرا لظروف طارئه عند اللي هو الشخص الكاستمر، فبالتالي بيضطر انه يلجا للمصنع بتاعنا تمام. نشوف كده مثال عن الموضوع ده. سيرف جير مانيفاكتشرز تويلز ان بون نورث كارولينا، في شمال مين؟ شمال كارولينا. The plant has a production capacity of 48,000 toils each month. يعني المصنع ده بينتج او الكباسيتي بتاعته السعة بتاعته عبارة عن انه ينتج 48,000 وحدة toils في الشهر تمام؟ toils معناها المنشفات او الفوط يعني تمام كده؟ انه ينتج 48,000 وحدة ايه؟ منشفات او الفوط دي في الشهر. طيب نشوف الـ current monthly production. الـ production بتاع المصنع ده حاليا انه بينتج 30,000 وحدة فقط تمام كده؟ اذا لسه في 18,000 وحدة كايه؟ كايدل كاباسيتي، 18,000 وحدة كايدل كاباسيتي ممكن المصنع ده ينتجها تمام كده؟ طيب نشوف the assumption is made that costs can be classified as easier variable with respect to units of output or fixed تمام كده؟ نشوف اللي هو مديني طبعا في المعطيات دي برضو مديني الانكم ستيتمنت بتاعه الشركه دي خلال شهر معين تمام كده. ادي الانكم ستيتمنت، اليونتس اللي بيبيعها خلال الشهر ده الكرنت برودكشن 30,000 وحده تمام. الريفينيوز بتاعه ال 30,000 وحده دول عباره عن 600,000 دولار، معنى انه الريفينيو 600,000 دولار. اذا البير يونت سيلينج برايس بير يونت عباره عن كام؟ 20 دولار، اللي هو 600,000 يعني على كام؟ 600,000 دولار على 30,000 وحدة هيديني كام؟ 20 دولار لكل وحدة تمام؟ بعدين طرح الكوست اوف جود سولد. خلي بالنا هنا الانكم ستيتمنت بالطريقة الابسوربشن مش بالطريقة الفيريبل. فهنا الكوست اوف جود سولد عبارة عن جزء منها فيريبل مانوفاكشرنج كوستس والجزء الثاني فيكسد مانوفاكشرنج كوستس تمام كده؟ يبقى هو مش مفصل لي مين الفيريبل كوست لوحدها والفيكسد كوست لوحدها، لا هو هنا واخد الطريقه التقليديه في عمل الانكم ستيتمنت. طيب هنا الكوست اوف جود سولد عباره عن الفيريبل مانيفاكتشرنج كوست عباره عن 225,000 دولار، طبعا البير يونت عباره عن 225,000 دولار على 30، الفيكسد مانيفاكتشرنج كوست عباره عن 135,000 دولار، البير يونت عباره عن 135 على 30 بيديني 4.5. التوتال كوست اوف جود سولد عباره عن 360,000 دولار، البير يونت كوست اوف جود سولد عباره عن كام؟ 12 دولار. بعدين طرح الماركتنج كوستس، تكاليف ايه؟ تكاليف اللي هو السيلينج اند ماركتنج، عباره عن جزء برضه فيريبل والجزء الثاني فيكسد. فيريبل ماركتنج كوستس عباره عن 150 والفيكسد ماركتنج كوستس عباره عن 60، التوتال ماركتنج كوستس عباره عن كام؟ 210. طبعا الفول كوستس اوف ذا برودكت عباره عن طبعا الكوست بتاع الكوست اوف جود سولد، توتال كوست اوف جود سولد بلس توتال ماركتنج كوستس عباره عن 570,000 تمام. طرح ال 570,000 دي من 600,000 ريفينيوز هيديني ايه؟ الاوبريتنج انكم عباره عن 30,000 دولار تمام كده. تمام نشوف المعطيات الثانيه. مدين هنا as a result of strike اللي هو اضراب حصل at its existing toil supplier للشخص المورد
ايزيليا اللي هي شركه او لوكسري هوتيل تشين، سلسله فنادق اسمها ايزيليا، كاستمر يعني هاز اوفرد تو باي 5000 تويلز، يعني 5000 تويلز فروم سيرف جير، من الشركه او من المصنع بتاعنا ده، ان اوجست، تمام، ات 11 دولار بير تويل، تمام. يبقى نتيجه انه في اضراب حصل للسبلاير اللي بيورد للكاستمر اللي اسمه ايزيليا. ايزيليا دي اتجهت لمين؟ للشركه بتاعتنا اللي هي اسمها ايه؟ سيرف جير، علشان تشتري 5000 تويلز. ده يعتبر اسمه ايه؟ اسمه وان تايم سبيشال اوردر، تمام كده. وسعر الاوردر ده عباره عن 11 دولار، رغم انه السعر الاساسي بتاع الشركه بتاعتنا دي عباره عن كام؟ 20 دولار. لما احنا قسمنا 600000 دولار ريفينيوز على ال 30 هيديني كام؟ 20 دولار. طيب هل هنا خلاص يعني الشركه دي او السيرف جير دي تقرر انها خلاص مش هتبيع لانه اصلا السعر 20، انا ازاي هبيع لك ب 11؟ لا طبعا، لازم تدرس الموضوع كويس وتاخد اللي هو ايه؟ اللي هو المسارات الصحيحه في عمليه اتخاذ القرار، تمام؟ نشوف ازاي هتتخذ القرار بتاعها. No subsequent sales، يعني مفيش sales to Ezelia are anticipated. Fixed manufacturing costs are based on the 48,000 toil production capacity، تمام. يبقى خلاص طالما الفيكسد مانيفاكشن كوستس دي بتخص ال 48,000 كلهم، اذا ال 5000 الزياده دي مش هتاثر على الفيكسد مانيفاكشن كوستس، لانه ال 5000 الزياده دي ايه؟ من ضمن الايدل كاباسيتي، من ضمن الكاباسيتي ايه؟ اللي هو العاطله في المصنع، تمام؟ فمش هيدفع ايه؟ مش هيدفع فيكسد كوست زياده لانتاج ال 5000 تويلز الزياده دول، تمام كده؟ بعدين اهو ذات از fixed manufacturing costs relate to the production capacity available and not the actual capacity used، تمام كده. بعدين اهو مديني برضو if surf gear accepts the special order it will use existing idle capacity to produce the 5000 toils and fixed manufacturing costs، نفس الكلام اللي احنا ايه اتكلمنا فيه، will not change، تمام. طبعا no marketing costs will be necessary for the 5000 unit one time only special order، لانه اصلا هو الشخص ده هو اللي جاي لي اصلا. يبقى نركز كده ونفهم، الشخص ده هو ايه؟ هو اللي جاي للشركه، فالشركه ما دفعتش خالص marketing costs علشان تجيب الشخص ده، تمام. الشخص ده كان عنده ظروف فجالي اصلا مضطر، فمفيش marketing costs لمين؟ للشخص ده. مفيش لا variable marketing costs ولا ايه؟ ولا fixed marketing costs، تمام. يبقى accepting this special order is not expected to affect the selling price، مش هتأثر على السيلينج برايس اللي هو ال 20 دولار، or the quantity of toils sold to regular customers اللي هم الأشخاص العاديين المنتظمين، تمام. يبقى مش هتأثر لا على ال 20 دولار ولا على ال 30,000 دولار التانيين، تمام. دول ايه؟ منفصلين لوحدهم، بنحسبهم لوحدهم. Should Surf Gear accept Ezelia's offer؟ نشوف اهو الحل بتاعنا. الحل بتاعنا عبارة عن الـ Income Statement اللي هو مدهاني أصلا، وأنا بزود عليها مين؟ الـ Special Order بتاعنا، تمام؟ نشوف كده أدي الـ Income Statement، نشوف العمود اللي هو التاني اللي هو إيه؟ Without the Special Order. دي هي المعطيات اللي هو مدهاني في المثال. يبقى Without the Special Order دي المعطيات نفسها اللي هو مدهاني في المثال، تمام كده. العمود اللي بعده اللي هو with special order، لما هضيف ايه؟ لما هضيف special order على مين؟ على regular products، تمام. اخر عمود معانا اللي هو difference اللي هو relevant amounts، تمام. طيب نشوف، اولا طبعا ال without the special order كانوا طبعا عبارة عن 30,000 وحدة. العمود طبعا الجزء الاول ده عبارة عن ال pre unit، بعدين هنا التوتال. التوتال طبعا كان عباره عن الريفينيوز. طبعا هنا يعني طالما احنا هنحل او هنتاخد قرار لازم نستخدم الفيريبل انكم ستيتمنت. هو مديني صح اللي هو الابسوربشن انكم ستيتمنت، بس احنا لما نيجي نحل لازم ايه؟ نحل بالفيريبل انكم ستيتمنت، يعني هنطرح من الريفينيوز هنطرح منها الفيريبل كوستس، تمام، سواء المانوفاكشرنج جزء المانوفاكشرنج او الجزء الماركتنج بتاعي الفيريبل يعني، تمام.
طيب ادي الريفينوز عباره عن 600,000، البيرون طبعا عباره عن 20 دولار، المانوفاكشرنج او الفيريبل مانوفاكشرنج كوستس كان عباره عن كام؟ 225,000، البيرون عباره عن 7.5، الماركتنج كان عباره عن 150، طبعا الجزء الفيريبل من الماركتنج، بعدين طبعا التوتال فيريبل 375، الكونتريبيوشن مارجن عباره عن 600 ماينس 375 هيديني 225، ماينس الفيكسد كوستس، الجزء الفيكسد من المانوفاكتشرنج كوستس والجزء الفيكسد من الماركتنج كوستس، التوتال بتاعهم كان عباره عن 195، نطرح ال 195 من ال 225 هيديني كام؟ 30,000 دولار. نفس ال 30,000 دولار اللي هو مدهاني، اللي هو مدهاني كمعطى في الانكم ستيتمنت اللي هو الدهاني، تمام كده؟ ده الجزء اللي هو بيزود ذا سبيشال اوردر، تمام؟ طيب لما نضيف السبيشال اوردر هيبقى عندي كده 35,000 وحده، 30 بلس كام؟ 5,000، تمام. طيب بنحسب الريفينيوز بتاعه ال 35,000 وحده ازاي؟ اولا انا عندي 600، بجمع على 600 اللي هو ال 5,000، نبص تحت كده في الصف رقم 18 اللي تحت ده، تمام؟ 5,000 وحده في سعر الوحده الواحده كان 11، ده العرض اللي هو ايه؟ العرض اللي هو جاي لي من الشخص ده انه عايز يشتري 5,000 وحده، سعر الوحده عباره عن 11 دولار، يبقى 5 في 11 هيديني كام؟ 55,000 دولار. نجمع ال 55,000 دولار على 600 هيديني كام؟ 655,000 دولار. دي الريفينيوز بتاعت مين؟ بتاعت اللي هو ويز ذا سبيشال اوردر، تمام كده؟ بعدين بنطرح منها الفيريبل كوستس، نشوف الفيريبل كوستس الجزء المانوفاكشرنج الاول. طبعا اكيد الجزء المانوفاكشرنج هيتغير، تمام كده؟ هيتغير ازاي؟ انا عارف انه 7.5 ده ايه؟ ده البير يونت بتاع الفيريبل مانوفاكشرنج كوستس. طيب 7.5 بنضربها في 500، نبص على الصف رقم 19 اللي تحت ده، يبقى 5,000 وحده بنضرب في الفيريبل مانوفاكشرنج كوست بير يونت اللي هو كان عباره عن كام؟ 7.5، هيديني كام؟ 37,500. بنجمع ال 37,500 دي بلس ال 225 اللي هو مداني دي، هيديني كام؟ هيديني 262,500. ده مين؟ ده الفيريبل مانوفاكشرنج كوستس. نركز كده، هو مديني في المعطيات انه الفيريبل ماركتنج او الفيكسد ماركتنج الاثنين مش هيتغيروا طبعا، لانه الشخص ده زي ما قلنا كده ان هو جاي لي، فانا ما دفعتش ايه؟ ما دفعتش ماركتنج كوستس، فبالتالي هنا الماركتنج كوستس هتبقى زي ما هي سواء في الويزاوت ذا سبيشال اوردر او في ويز ذا سبيشال اوردر. بص كده ان الماركتنج عباره عن كام؟ 150 و150، تمام؟ ما اتغيرتش، تمام؟ اذا التوتال هنا التوتال فيريبل كوستس تبقى عباره عن كام؟ 412، تمام. الكونتريبيوشن مارجن هيبقى عباره عن 412 بنطرحها من 655 هيديني كام؟ 242,500، تمام كده؟ تمام. نشوف الفيكسد كوستس، الفيكسد كوستس طبعا برضو ما اتغيرتش، سواء طبعا المانوفاكشرنج علشان انا بنتج في الساعه ايه؟ في الساعه الايدل، تمام؟ فمش هتاثر على فيكسد كوستس. اذا الفيكسد كوستس هتظل زي ما هي، 135 بلس 60 هيديني كام؟ 195. بنطرح ال 195 دي من ال 242,500 هيديني كام؟ 47,500، تمام؟ انا ممكن اعمل طبعا اللي هو العمود الاخير ده ممكن ما اعملوش خلاص، تمام؟ لان الاوبريتنج انكم في حاله الاوردر عباره عن كام؟ 47,500، انما وزود ذا اوردر عباره عن 30، اذا هنا اكبر، بالتالي لازم هنا ايه؟ اقبل العرض، يبقى ذا ديسيجن از تو اكسبت ذا مين؟ ذا اوردر، تمام؟ نشوف العمود الاخير برضو علشان ايه؟ نشوف الريليفانت اماونتس. الريليفانت اماونتس هنا طبعا طالما هنا الريفينيوز طبعا دي تعتبر فيوتشر واتغيرت، الديفرنشال طبعا هنا ريفينيوز عباره عن كام؟ 655 ماينس 600 اديني كام؟ 55,000، تمام كده؟ الديفرنشال كوستس بتاعت المانوفاكشرنج عباره عن 262,500 ماينس 225 اديني كام؟ 37,500، تعتبر طبعا ريليفانت. الماركتنج هنا ما اتغيرتش، هي صح فيوتشر بس ما اتغيرتش ما بين التو ايه؟ التو الترناتيفز، فبالتالي تعتبر ايه؟ تعتبر ريليفانت، تمام؟ نشوف كده نطرح الاثنين من بعض، اللي هو 37,500 نطرحها من 55,000 هيديني كام؟ هيديني الكونتريبيوشن مارجن 17,500، يعني الكونتريبيوشن مارجن زاد بقيمه كام؟ زاد بقيمه 17,500، تمام؟ طبعا الفيكسد مانوفاكشرنج والفيكسد ماركتنج ما اتغيروش، اذا في الحاله دي الاوبريتنج انكم هيزيد بكام؟ هيزيد ب 17,500
في حالة ان انا ايه تم قبول الاوردر. يبقى هو decision criteria انا بعمل accepting للاوردر if the revenue differential is greater than the cost differential. طبعا الريفينيو ديفرنشال كانت اكبر من الكوست ديفرنشال، يعني الريفينيو زادت بقيمه 55000 والكوست زادت بقيمه 37500 بس، تمام كده؟ اذا هنا ايه the decision is to accept او accepting the special order. تمام، اهو سيرف جير would gain an additional 17.5 thousand دولارز. اهو quantitative and qualitative relevant information. اولا بالنسبه للquantitative factors من اسمها كده quantitative factors يعني عوامل كميه، يعني احنا بناخد في الاعتبار ايه الجوانب الرقميه في مين في العامل ده، تمام كده. are outcomes that are measured in numerical terms يعني ايه بالارقام مش بوصف الشيء، يعني تمام احنا بنوصف الشيء هنا بالارقام، تمام كده. طبعا الكوانتيتيف تنقسم الى قسمين، يا اما تكون كوانتيتيف وفاينانشال ماليه، يا اما تكون كوانتيتيف ونون فاينانشال يعني غير ماليه. تمام، الكوانتيتيف والفاينانشال زي مين؟ زي مثلا دايركت ليبر كوست، احنا بنقيس الدايركت ليبر كوست العامل ده بمين؟ بشيء رقمي مالي، يعني الدايركت ليبر كوست مثلا قيمتها عباره عن 50000 دولار مثلا، تمام كده؟ ادي ال 50000 ده رقمي ودولار طبعا ده ايه؟ يعتبر فاينانشال مالي. انما النون فاينانشال لا، ده يعتبر رقمي بس. انما ايه؟ انما غير مالي، زي مثلا النمبر اوف دايركت ليبرز، عدد العمال، عدد العمال ده عدد رقمي، مثلا عدد العمال عباره عن 1000 عامل، تمام؟ دول العدد بتاعهم 1000، انما هل العامل ده فاينانشال شيء مالي؟ لا مش شيء مالي، شيء ايه؟ غير مالي، نون فاينانشال. تمام كده؟ ده بالنسبة للكوانتيتيف. طيب بالنسبة للكواليتيتيف فاكتورز ار اوتكمز ذات كانوت بي ميجرد ان نوميريكال تيرمز. نشوف الليرنينج اوبجيكتيف رقم 4 ايدنتيفاي تو بوتنشال بروبلمز ذات شود بي افويدد ان ريليفانت كوست اناليسيس. زي ما احنا ذكرنا انه في تو اسامبشنز، دول طبعا يعتبروا يعني بيحصل لبس ما بين الناس فيهم، يعني تمام انه ما ينفعش ان احنا نفترض ان كل الفاريبل كوستس ريليفنت، يعني كل الفاريبل كوستس تعتبر تكاليف ملائمه، تمام، وما ينفعش ان احنا برضو نفترض ان كل الفيكسد كوستس تعتبر تكاليف غير ملائمه. يبقى dont assume that all variable costs are relevant. زي ما احنا اخدنا في حته الماركتنج دي، الماركتنج فاريبل كوستس كانت ايه؟ كانت تعتبر رغم انها فيريبل الا انها ايه؟ الا انها غير ريليفنت لانها ما اتغيرتش، تمام؟ طالما فيريبل ما اتغيرتش يبقى خلاص تعتبر ايه؟ تعتبر irrelevant، تمام؟ وزي برضو ما احنا ذكرنا انه don't برضو assume that all fixed costs are irrelevant، مش كل الفيكسد كوستس، لانه في فيكسد كوستس لو احنا مثلا استخدمنا او انتجنا عدد وحدات اكبر من البرودكشن كاباسيتي، في الحاله دي هنضطر ان احنا نزود الفيكسد ايه؟ الفيكسد كوستس، تمام؟ طالما زادت الفيكسد كوستس من البديل الثاني مثلا عن البديل الاول تعتبر في الحاله دي ريليفنت رغم انها فيكسد، تمام؟ يبقى مش كل الفاريبل كوستس ريليفنت ومش كل الفيكسد كوستس ايه؟ الريليفنت. نشوف بعدين اللي هو الانسورسنج والاوت سورسنج. طبعا الاوت سورسنج زي ما احنا عرفنا الاوت سورسنج معناه ايه؟ ان انا هشتري مواد خام مثلا، او هشتري المنتج بتاعي او السيرفيس الخدمه بتاعتي هشتريها من بره، تمام، من اوتسايد فيندورز. يبقى اوت سورسنج از ا بروسيس اوف بيرشيزنج جودز اند سيرفيسز فروم اوتسايد فيندورز. انما الان سورسنج لا، ان سورسنج انا هصنع داخل المصنع بتاعي. يبقى ان سورسنج بروديوسنج جودز اور بروفايدنج سيرفيسز ويزن ذا اورجانيزيشن، داخل مين؟ داخل المنظمه، تمام. ادي اهو الاسهم طبعا اللي طالعه دي تعتبر اوت سورسنج، والاسهم اللي هي داخله دي تعتبر ان سورسنج. اهو ميك اور باي ديسيجن، يبقى الاوت سورسنج والان سورسنج بنسميهم ايه؟ بنسميهم الميك اور باي ديسيجن، تمام. ذا موست امبورتانت فاكتورز ان ذا ميك اور باي ديسيجن ار كواليتي ديبندابيلتي اوف سبلايرز اند كوستس، تمام كده. يبقى الكوستس دي تعتبر طبعا ايه؟ تعتبر كوانتيتيف فاكتور،
انما الكواليتي والديبندبيلتي اوف سبلايز تعتبر ايه؟ تعتبر طبعا ايه؟ كواليتيتيف فاكتورز. نشوف هنا مثال عن الميك اور باي ديسيجن. تمام، ادي هنا مديني ايه؟ مديني عناصر التكاليف. طبعا هنا مديني عناصر تكاليف بس، مش مديني عناصر تكاليف وايرادات. تمام، فانا خلاص طالما مش مديني الاثنين دول، انا هتعامل مع التكاليف بس واختار اللي هو الالترناتيف البديل اللي هو التكاليف بتاعته ايه؟ اقل. تمام كده، سواء البديل ده ميكنج الصناعه داخل المصنع، او باينج الشراء من مين؟ من الخارج. تمام، ادي عناصر التكاليف اللي هو مدهاني. مديني طبعا هنا اكسبكتد توتال كوستس اوف بروديوسنج، انا المصنع بتاعي بينتج خلال السنه اللي جايه 250 الف وحده. تمام، يبقى متوقع ان ينتج كام؟ 250 الف وحده في 2000 باتش. يعني باتش معناها هنا دفعات، هنا 2000 دفعه، 2000 دفعه انتاج يعني. تمام، يبقى 2000 دفعه انتاج، يعني كل دفعه انتاج هينتج فيها كام؟ هينتج فيها 125 وحده. فهنا 125 وحده في 2000 هيديني كام؟ هيديني 250 الف وحده خلال السنه كلها. خلال السنه ايه؟ كلها. طيب نشوف عناصر التكاليف كده اللي هو مديهاني. مديني اول حاجه الدايركت ماتيريالز، كانت عباره عن 36 دولار لكل وحده في 250 الف وحده، هيديني 9 مليون. دايركت مانوفاكشرنج ليبر عباره عن 10 دولار لكل وحده في 250 الف وحده، هيديني 2 مليون 500. بعدين مديني الفيريبل مانوفاكشرنج اوفر هيد كوستس اوف باور اند يوتيليتيز، كانت عباره عن 6 دولار لكل وحده في 250 الف وحده، هيديني مليون و500. بعدين مديني عنصر اسمه ميكسد كوستس، والميكسد دي عباره عن جزء منها فيريبل والجزء الثاني فيكسد. تمام كده، مديني العنصر ده عباره عن المانوفاكشرنج اوفر هيد كوستس اوف ماتيريالز هاندلنج اند سيت اب. طبعا دي اللي هي بدايه تشغيل الالات، يبقى بداية تشغيل الآلات في كل باتش مثلا، في كل اللي هو دفعة إنتاج دي بتكلفني تكاليف. التكاليف دي جزء منها فيكسد ثابت خلال السنة، دول عبارة عن 750 ألف دولار، ده الجزء الفيكسد، وجزء متغير على حسب مين؟ على حسب تشغيل الآلات في كل باتش. تمام، يعني كل باتش بتكلفني 625 دولار. 625 دولار تكاليف متغيرة لمين؟ للماتيريالز هاندلنج اند سيت اب. بنضرب 625 دولار دول في ال 2000 باتش، هيديني كام؟ هيديني 100، او هنا هيديني كام؟ مليون 250 الف. تمام، مليون 250 الف بلس 750 الف هيديني كام؟ 2 مليون. دي الميكسد فيريبل اند فيكسد. تمام، بعدين مديني اخر عنصر اللي هو الفيكسد مانوفاكشرنج اوفر هيد كوستس اوف بلانت ليز انشورنس اند ادمنستريشن، دي ثابته. تمام، سواء انا اخترت البديل الاول اللي هو الميكنج او البديل الثاني اللي هو الباينج، انا ايه؟ انا هتكلف الفيكسد ايه؟ مانوفاكشرنج اوفر هيد كوستس دي، لازم هدفع ايه؟ الانشورنس التامين، لازم هدفع اللي هو ايه؟ تكاليف اللي هو تاجير المصنع. تمام، او ايجار المصنع، الادمنستريشن، دي حاجات ثابته ما ينفعش تتغير. تمام كده، تمام. يبقى ال 3 مليون دي الوحيده اللي هي ايه؟ اللي هي irrelevant. كلهم، كل العناصر اللي فوق دول 9 مليون وال2 مليون و500 والمليون و500 وال2 مليون دي، دول كلهم يعتبروا ايه؟ يعتبروا ريليفانت كوستس، تكاليف ملائمه لاتخاذي للقرار. ليه ملائمه؟ لان هما هيتغيروا. لو انا اشتريت، اخترت البديل بتاع الشراء، انا ايه؟ مش هتكلف التكاليف بتاعه مين؟ بتاعه الانتاج دي، مش هتكلف 9 مليون، مش هتكلف 2 مليون 500، مش هتكلف المليون 500، مش هتكلف ال 2 مليون. تمام، انما هتكلف مين؟ هتكلف ال 3 مليون. تمام كده، لو انا اخترت بديل عن بديل، يبقى هنا ايه؟ مش ايه؟ مش هختار ال 3 مليون. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للي هو التوتال مانوفاكشرنج كوست، كانت عباره عن كام؟ 18 مليون. زي ما قلنا كده الريليفانت فيهم كلهم فيما عدا مين؟ فيما عدا ال 3 مليون الفيكسد دي، لانها ايه؟ مش هتتغير سواء انا اخترت البديل الاول او اخترت ايه؟ او اخترت البديل الثاني. تمام، نكمل معطيات اللي هو مديهاني. بورد فيلد اللي هو المانوفاكتشر اوف دي في دي بلايرز اوفرز تو سيل، سو اللي هي الشركه بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها. تمام كده، سو 250 الف وحده، يعني سو هتشتري من مين؟ من شركه برود فيلد 250 الف وحده دي في دي بلايرز. تمام، نيكست يير فور 64 دولار بير يونت، وسعر الوحده كان كام؟ 64 دولار. اسيوم ذات فاينانشال فاكتورز ويل بي ذا بيزس
فور او اوف ذس ميك ميك اور باي ديسيجن. يبقى احنا ايه هنتخذ في القرار مين او في الاعتبار اللي هو الفاكتورز الفاينانشال الماليه. شوت سو لا يعني هل الشركه دي ميك اور باي ذا دي في دي بلايرز. نشوف الحل بتاعنا اهو. ادي هنا طبعا مديني التوتال ريليفانت كوستس. طبعا القرار بتاعي الالترناتيف الاول بديل الاول اللي هو الميكنج، والبديل الثاني اللي هو ايه اللي هو البرشيزنج او الباينج من الاوتسايد اوتسايد بارتنر، تمام كده، او الاوتسايد سبلاير يعني. ادي الريليفانت ايتمز اللي هو مداني. طبعا احنا هنا ايه هناخد في الاعتبار اللي هو الريليفانت ايتمز بس، تمام، مش لازم اخد في الاعتبار كل الايتمز، لا انا ممكن اخد مين الريليفانت ايتمز بس اللي هم هيأثروا في اتخاذي للقرار ده، تمام. اول حاجه الريليفانت ايتمز اللي هو الاوتسايد بيرشيز اوف بارتس. لو انا هشتري البارتس دي من اوتسايد سبلاير هدفع كام؟ هدفع 64 دولار لكل وحده، وعدد الوحدات بتوعي اللي هم كام؟ اللي هم 250. يبقى 64000 دولار في 250 هيديني كام؟ هيديني 16 مليون، تمام. طبعا العمود الثاني والثالث دول التوتال ريليفانت كوستس. العمود الاخير واللي جاب الاخير دول مين؟ ريليفانت كوست بير يونت. يبقى سواء هستخدم التوتال او البير يونت نفس القرار بتاعي ايه هيكون يعني، تمام كده، تمام. يبقى البديل الاول بتاعي اللي هو مين اللي هو الشراء هيكون عباره عن كام؟ التكلفه بتاعته عباره عن 16 مليون دولار، تمام، لشراء مين؟ لشراء البارتس دي من الاوتسايد مين؟ سبلاير، تمام. طيب نشوف تكاليف الانتاج او الميكنج داخل المصنع بتاعنا، تمام. اول حاجه انا هتكلف 9 مليون زي ما هو مديني بالظبط، يعني هتكلف 9 مليون. طبعا ال 9 مليون دي تعتبر ريليفانت. ليه ريليفانت؟ لانها طبعا فيوتشر وتختلف من بديل لبديل، تمام كده. طبعا لو اتكلفتها في الميكنج مش هتكلفها في الباينج، فاذا كده اختلفت بنسبه 9 مليون، 9 مليون وصفر هناك، تمام كده، يبقى 9 مليون. نفس الكلام بالنسبه للدايركت مانيفاكتشرنج ليبر برضه هتتغير، تمام، وتعتبر فيوتشر يبقى تعتبر ريليفانت، يبقى ال 2 مليون و500 كلهم يعتبروا ايه؟ ريليفانت، تمام. الفيريبل مانيفاكتشرنج اوفر هيد برضه ريليفانت لانها بتتغير من بديل للتاني او بتختلف من بديل للتاني وتعتبر فيوتشر. الميكسد نفس النظام، الميكسد دول لو انا هشتري يبقى مش ايه؟ مش هتكلفهم في حاله الميكنج، خلاص انا مش هعمل ميكنج يبقى انا هشتري من بره. في الحاله دي، في الحاله دي انا اتكلفتهم لما عملت ميكنج، انما لما هعمل باينج مش هتكلف حاجه منهم خالص بصفر. اذا في الحاله دي، اذا في الحاله دي ال 2 مليون كلهم يعتبروا ريليفانت كوستس، تكاليف تكاليف ملائمه لاتخاذ القرار، هتكلفهم في الميكنج بس مش هتكلفهم في الباينج، تمام كده؟ تمام. دول التوتال كوستس او التوتال ريليفانت كوستس في حاله الميكنج كانت عباره عن 15 مليون، والتوتال ريليفانت كوستس في حاله الباينج. طبعا نخلي بالنا ان ال 3 مليون اللي هناك اللي احنا سيبناها دي اللي هي الفيكسد، لو احنا ضفناها هنا يبقى طبعا احنا كده مش هنستخدم التوتال ريليفانت كوست، هنستخدم التوتال كوست كلها، تمام. لو احنا ضفناها على الميكنج 3 مليون هنضطر ان احنا نضيفها على مين؟ على الباينج. ال 3 مليون هي تمام كده؟ فبالتالي ال 3 مليون سواء انا ضفتها مع الميكنج او ضفتها مع الباينج مش هتأثر في اتخاذ القرار، تمام كده؟ لانه خلاص دول هيلغوا بعضهم البعض يعني، تمام؟ فخلاص يعني مش لازم ان احنا ايه؟ نضيف ال 3 مليون دي. فهنا الريليفانت التوتال ريليفانت كوست في حاله الميكنج كانت عباره عن 15 مليون، والتوتال ريليفانت كوست في حاله الباينج كانت عباره عن 16 مليون. خلاص كده انا عرفت انهي الترناتيف يعتبر تكاليفه اقل، تمام. يبقى تكاليف الميكنج هنا اقل، يبقى ديفرنس ان فيفور اوف ميكنج دي في دي بلايرز، تمام. نفس الكلام لو انا ايه استخدمت البريونت يبقى في 4 دولار ايه زياده للباينج عن مين؟ عن الميكنج. يبقى الميكنج بريونت او التوتال ريليفانت كوست بريونت كانت عباره عن 58 بالنسبه للميكنج و64 بالنسبه لمين؟ للباينج. اذا هنا خلاص انا قراري ان انا ايه اصنع داخل المصنع. وبكده نكون خلصنا السكشن الخامس. ان شاء الله نكمل شابتر 4 ان شاء الله في السكشن السادس ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.